يتعلق بالعادات التي تتعلق باستخدام تطبيقات محددة أو زيارة مواقع معينة. التفاصيل في تقرير مراسل بي بي سي لشؤون التكنولوجيا محمد طه. إن كنت تظن أنك سجين في زنزانة هاتفك المحمول فذلك انطباع غير صحيح. هل فكرت أن تقضي أسبوعاً أو حتى يوم واحد مسترخياً دون استخدام هذا الهاتف المحمول؟ ربما سيكون ردك أنك مدمن ولا تستطيع القيام بذلك. الخبراء يقولون إن استخدام الهاتف ليس إدماناً ويمكنك التخلص منه، وسأخبرك في آخر هذا الفيديو كيف يمكنك القيام بذلك، ولكن متى يتحول استخدام هذا الهاتف إلى إدمان؟ الإدمان لا يرتبط بالهاتف ولكن بما تمارسه على الهاتف. البعض يدمنون المقامرة، المواد الإباحية، ألعاب معينة. الكثيرون يدمنون وسائل التواصل الاجتماعي، كلها تعطي جرعة من هرمون الدوبامين لنشعر بالسعادة أو القضاء على الملل في المواصلات مثلاً. الإعجابات والرموز تلبي هذا الشعور، هذا يعرف بالاستخدام غير الصحي للإنترنت. الأمر قد يتحول لإدمان لمن دون 18 عاماً بسبب ضعف التحكم في اندفاعات فص الدماغ الأمامي أثناء النمو، ومن يعانون بالفعل من اضطرابات نفسية. نفس السعادة والدوبامين نحصل عليها من خلال أنشطة إنتاجية وصحية مثل الرياضة والتواصل وجهاً لوجه، لكن البعض يجدون حياتهم كلها تتمحور حول وسائل التواصل الاجتماعي. يتعود الإنسان على شيء معين نتيجة لثلاث احتمالات، إما أنه يهرب من حزن والحزن عادة متعلق بالماضي، أو أنه يهرب من قلق والقلق للأسف مرتبط بالمستقبل، أو أن هذا الإنسان يشعر بالملل والملل دائما مرتبط بالواقع والحاضر. يعني الإنسان هذا لا يواجه ما يواجهه وما يضطر إلى مواجهته في حياته الواقعية، بالتالي تكون هذه الهواتف وهذه التكنولوجيا وسيلة للهروب. نحن لا ندمن الهاتف كجهاز واللابتوب، بالعكس نحن ندمن ما يقدم إلينا من خلالها ليلبي هذه المنبهات الموجودة. ربما يكون سؤالك لي الآن، هل هناك طريقة أخرى يمكن أن تحصل بها على الدوبامين؟ هذه نصائح بسيطة حتى تعيش حياتك سعيدا مع الهاتف. قلل التطبيقات وقم بإلغاء ما لا تحتاجه، وتوقف عن تشغيل التنبيهات إلا الأمور الضرورية. عند شحن الهاتف ليلا لا تضعه بجوار سريرك حتى لا تمسكه فور الاستيقاظ. عند الشعور بالملل حاول ألا تسارع بالإمساك بالهاتف وجرب تمرين النفس. نشرتنا انتهت، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. Welcome to Hard Talk.